الحقيقة وراء الكلاك المكسور. حضرت الحادثه بتاعت الكلاك وسامر كان متوتر جدا جدا جدا، تقريبا كان هيعيط ويسيب المسلسل بسبب ان الكلاك اتكسر. يا سامر ارجع لو سمحت واحنا هنجيب لك كلاك، والله لا هنجيب لك كلاك. اسمحوا لي انا مش هقدر اتكلم في الموضوع ده لان الكسره دي حسيت ان هي كسره جوانا كلنا. اطلع معانا، اطلع اسمع. انا اسف، انا اسف على الدنيا. ربنا يكرم باذن الله، يعني عملنا اللي علينا وده على ربنا. في 900 جنيه مخصومين من زملكاوي، حقك علينا يا سامح زملكاوي السبب. مش هنسكت لحد ما نجيب حق سامر والكلاك. دلوقتي انت الجراب بتاعك اتكسر؟ الجراب بتاعي اتكسر لاني مش لاقي، مش عارف اجيب جراب منين. انا هجيب لك امير كل بتوع الجرابات. اول اتقل بس استنى نص ساعه كده عايز السيدات بتاعت كيس الجون انزلكم هنا. انا عايز احنا يا جماعه عملنا صندوق تبرعات لسامر واحنا بنبتدي من انا باول 10 جنيه ايه عشان نجيب له كلاك جديد بدل الكسر. يا خمسينات انا اسف. طب وانت ايه؟ حضرتك دفع 140 جنيه. اعمل ايه؟ ما انا مش عارفه بكام ده. ايه بقى؟ لا خلمتني، خلمتني الوقت فين وقت ده. انا ما بتديها لي بتقولي لي يا كريم، بقول لك اتفضلي يا استاذه دافع 140 جنيه. انا اخر واحد دلوقتي هيمشي النهارده، والغريب ان لغايه اللحظه دي هيفضل لغز كسر الكلاك محدش فاهمه. صباح الفل.